السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يفتح علينا وعليكم سورة الملك آية 9 و10 بإذن الله تعالى. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما توفيقي إلا بالله. يا أخوات، أنا أو أنتم أو أي أحد لا يوفق إلا من الله. التوفيق دائما من الله، وارجعي دائما تقدمك واتقانك للتلاوة واي شيء في حياتك الى الرحمن الرحيم اللي وفقنا فأن نجلس هالمجلس هذا ونذكره ونعلم وتتعلمي. وفي ناس كتير بدل ما يكونوا قاعدين في هذا المجلس يتعلموا بيكونوا ايش فاتحين الله بيعلم برامج، الله بيعلم شو هي. فهاي توفيق من الله، توفيق من الله. اللهم يديم علينا يا رب العالمين واجعلنا من أهله وخاصته، من أهله وخاصته. قال تعالى: قالوا بلى، قالوا بلى، نفس الزمن، لو بلى، قد، قد، د د د د د د هاي القلقلة، قد، ها؟ قد، اللي مش عارف تقلقل تلعب هيك د د د د تلعب، بعدين تعرف انه هذا مخرج الدال وتصحح الد. قد، قد، د، قد، 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 قد. جاءنا، الهمزة وشدتها والمد الواجب، والمد ايش الواجب، ما السرعة مش هتخليكي لا تمدي صح ولا تعملي غنة صح ولا تعملي اي اشي صح. انتبهي، الغنة صحيحة اعطيها ازمنتها، المدود اعطيه ازمنته، السواكن اعطيها زمنها، بيصير عندك صوت جميل وتلاوة جميلة باذن الله تعالى. فحنقول ايش؟ قد جاء همزة جاءنا نا في ألف نذير، نذير في حال لو بدي أوقف، لا بدي أوصل عندي ضمتين، الضمتين هدول شو حكمهم؟ يلا جاوب. عرفتي؟ احمد الله. ما عرفتيش؟ اتعلمي وقولي يا رب. تنوين جنب بعضه يعني معناته في حكم، حكم يا إدغام يا إخفاء، هيك بتفكري فيها. طيب إذا إدغام لازم يكون حروف يرملون، وهنا فا، إذن فهي من حروف الإخفاء، بس ببساطة، ببساطة شديدة احسبيها بالشكل هذا، في حكم إدغام يا إخفاء، إذا مش من يرملون فهي إخفاء على طول خط من غير ما تحفظي شو هي حروف الإخفاء. فالفاء من حروف الإخفاء وشفاء ومخرجها الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلية. فحنقول نذير فاء، نذير فاء، هذا هو صوتها. فكذبنا، من الناب للناب مسكر عشان يطلع صوت ذال مجهور، ما يطلعش معاكي شو هوا، طلع معاكي هوا في الذال غلط، بتتعاملي بصفات الحرف غلط، انتبه. فهي سهلة، حافة اللسان تسكر لي المنطقة هاي كلها زي الظاء نفس الذال، وبتعطيني فكذب ب ب على وضع الساكن ب، فكذب، فكذب، فكذبنا وقل، وقل، اعكف لسانك وثبتيه عشان توضحي اللام لانها بعديها نون، النون اذا جاءت بعد اللام احتمال ادغام على طول الخط، ساكن ومتحرك ومتجانسين وجنب بعض مخارجهم فاحتمال الادغام على طول. وقلنا، لا وقلنا، واعطي زمن التوسط، وقلنا ما نز، نز،
نزل بعدين لا بعدين في او، فانا بتكئ اخر الفتحة في نزل بتكئ اتكاء بسيط خفيف عشان احافظ على رقة اللام، بعدين اطلع للام مفخمة لانه هنا لام ولام ولام ثلاث لامات، اللام الاولى مرققة واللامات في لفظ الجلال مفخمة، فبتروحي تاخديهم كلياتهم مرة واحدة بشالة واحدة مفخمين غلط. نزل الله نزل الله لا تقولي نزل الله نزل سمعتي نزل الله، اتكاء خفيف على اخر اللام الاولى اخر الفتحة، بعدين روحي ادخلي تفخيم لامات الرفض الجلالة والها هو. من شيء من الجارة واجت ساكنة ما تحولت الى منى، ليش؟ لانه بعدها متحرك، لو اجى بعدها ساكن نعم بنحركها بالفتحة. شاطرين ما شاء الله عليكم. منش انا لما اقول منش يعني معناته انا جاي صح عند مخرج الشين، فبجيب الغنة من هنا. من شيء شوفي همزة كسرتين بعدين همزة مكسورة، شد هنا وشد هنا، تحقيق هنا وتحقيق هنا، لانه الكسرتين متساويات متوازيات متساويات يعني اظهار، فحجيب نون ساكنه شيء اي شيء اي. انتبهوا ما تعملي ليش غنه ما في غنه، والنون لازم تكون واضحه وتعطيها الغنه الطبيعيه تبعتها اللي هي الناقصه بنسميها شيء ان، برضو اظهار نون، ليش؟ لانه عليها رأس الخاء، تظهريها على طول بجيبيها ان اي ان اي ان، حققوا الكسر رجاء. انتم لساني تحت وبضغطش على اي منطقة باللسان وانا بجيب ان عشان ما يطلعش صوت النون. انتم وارجعوا للساكن، ارجعوا للساكن. إلا إي إلا في موجود المد حثبتها لأنه بعدها ما فيش همزة وسط، تمام؟ إلا في نفس الأزمنة الضاد، يا أهل الضاد يا حبيبتي يا روحي اللي عندك الضاد خطأ، هذه المنطقة منطقة الدال واللام أساسا لا تتكي عليها أبدا، اتكائك كله جوا من الوسط للداخل، من الوسط ودخلي لجوا، هذه الضاد في ضا ضا ضلا لم ضلا لا ضلا لا، اللام هنا معرضة تطلع معاكي مفخمة، ليش؟ لأنها جاورت مفخم، واللي بجاور السعيد بيسعد، بس احنا ما بدناش هنا نفخم اللام. بعدين اللين في كسرتين بس الكسرتين مزيوحين عن بعض مش نفس الشكل اللي في شيء، فهنا في حكم ادغام يا اما اخفاء، شو الحكم هون؟ ايوه جاوبي، ايوه اخفاء عند الكاف، ضلالنك ضلالنك لنك لنك كبي كبير ار، الراء هنا برضو رقيقة وبثبتها وباجي عند مخرجها بهدوء ار، ما تشديش على الراء على لسانك في الراء ما تشديش توسط ار، تمام؟ وقالوا نفس الشيء سهلة مدود طبيعية قلناها قبل هيك، لو كنا لو مش لو 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 لا لو شفت الدلع كنا، النون المشددة غنة أكمل ما تكون كام تقريبا
أربعة إلى خمس حركات. في قراءة كل الغنن بيجيبوهم اثنين حركة بس التحقيق لا، أربعة إلى خمس حركات. في ألف كنا كنا، الألف تبعدي رخي فبتطلع ألف من غير غنة. إذا ضليتي ضغطة ضغطة النون المشددة حتطلع نا، لا نا، هدي. نسمع حرف السين ساكن على وضع الساكن، نسمع مع مع ع عي ع، نسمع روحي على مخرج العين واعطي الضم هناك، او او وليس او نو او نو او ايوه او تمام. كرروا معي، لما اكرر الكلمه كرروها واعملي نفسي كانك انت اللي بتشرحي وانت اللي بتحكي عشان تتعلمي اللفظ الصحيح. نا 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 نا، شايفين ابتسام، همزه وها وعين وحاء وواو ويا كلها بابتسام. نا قي نا قي قي قي، شفتوني عملت هنا اشي من نفس المخرج بانزل قي 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 من هنا. نعم قيلو نعم قي، تعمل هيك بروح التفخيم بضعف كتير، قي قي بس. نعم قيلو ما ما كنا كنا، نفس اللي حكيناها قبل. في مد مع آ، في آ أو في أص آ، دائما الهمزة رقيقة مش آ في آ أص، لا في آ أص أص. حبيسعير إر، اللي مش عارف الراء المرققة حيعرفها مع سورة الملك من كتر ما فيها ترقيق. سأسعير إر 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 إر، تمام تمام. يلا نقرأ. أعوذ بالله من أعوذ ذو، انتبهوا مش أعوذ، في كتير ببعثوا لي أعوذ، اسمحوا لي، ذو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. سبحان الله، موسيقى. الله يجيرنا من السعير وأصحاب السعير. اللهم عافينا وعافي أمة محمد يا رب العالمين. توكلوا على الله واستعينوا بالله، واستودعوا الله نفسكم، واستودعوا دينكم أماناتكم يا رب. اللهم إنا نستودعك لا إله إلا الله خالصة لوجهك الكريم، عليها نحيا وبها وعليها نموت وبها نبعث، وهي مطيتنا إلى الجنة على الصراط المستقيم. لا إله إلا الله خالصة لوجهك الكريم، وهي مفتاحنا ومطيتنا إلى الدرجات العليا من الجنة بإذن الله تعالى. وبها برحمتك يا أرحم الراحمين تجعلنا مع محمد صلى الله عليه وسلم في جواره في جنات النعيم. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. هاي اللي تستودعوها، مش تستودعوا لهمكم، انتبهوا لا تستودعي الهم، استودعي الأشياء اللي بتحبيها تكون معك على طول الخط. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين.
احفظوا وكرروا وزيدوا وجيبوا من أول للآخر وهكذا، واستمروا دائما وأبدا بالتكرار، وكل ما كررتي كل ما كان حفظك يعني قوي جدا. واجعليها آخر ما اللي بتحفظيه، اجعليه آخر ما بتسمعيه عند النوم، يعني بعد ما تقولي أذكار النوم وتخلصي كل شيء، روحي اقرأي اللي حفظتيه ورددي ورددي ونامي على هذا الوضع، حتثبت كتير معاك ويصير الحفظ متين بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.